الظلم مذموم في الشرع بجميع أنواعه، وقد انتشر في هذا الزمن ظلم الضعفاء، ظلم العمالة، ظلم الأيتام، ظلم الزوجات، ظلم الأولاد، ظلم البنات، الظلم في الأعراض، الظلم في الأموال، الظلم في الممتلكات، الظلم بالاعتداء على الغير في دمه أو في حق من حقوقه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في المسند قال: إني أحرج، يعني أوقع الإثم، إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم.